السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم جوج الأشكال من الصابلي بعجينة واحدة وبجوج نكهات مختلفة. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. هنا أول حاجة غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، القياس كيكون بنفس الكاس، أنا عبرت بكاس العنبة، رشة ديال الملح ومعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان. غادي نحتاج كذلك لجوج بيضات وفلون بنكهة الشوكولا. نخدمو هاد الزبدة مع السنيدة والقهوة مزيان حتى يتجانسو العناصر مع بعض مزيان، عاد غادي نزيد عليهم الزيت ونزيد باقي المكونات. من بعد ما دخلت الزيت في الزبده والسنيده غادي نزيد جوج بيضات. نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا مع المكونات الاولى. غادي نزيد واحد نص معلقه صغيره ديال الجليكوز، كيبقى اختياري بغيتو ديروه. هو كنديروه غير باش الصابلي يحافظ على القرمشه ديالو اطول مده ممكنه. غادي نزيد كذلك شويه من نكهه القهوه، ومن بعد غادي ندير فلون بنكهه الشوكولا. اخر حاجه نزيدو الدقيق بالتدريج. هنا كنزيد الدقيق وكنجمع غير برؤوس الاصابع، ما ندلكش العجينه باش ما تضيعش في الفران وتجمع. صافي كنبقى نزيد في الدقيق حتى كتكون عندي عجينه لينه، ما تجيش قاصحه بزاف وما تجيش عاوتاني متلوقه. هذا هو القوام ديالها. غادي نخليها في الثلاجه ترتاح واحد شويه عاد غادي نخدم بها. بالنسبه للعجينه اللي حداها، هنا كندرت العجينه بنكهه الكراميل نفس المكونات. 125 غرام زبده، كاس سنيده، كاس زيت، رشه ديال الملح، فلون بنكهه الكراميل، شويه من نكهه الكراميل، وخلطت الخليط. زدت عليهم الدقيق وما نساش كذلك جوج بيضات. طبعت العجينه ودخلتها الفران طيب، ووجدت هنايا الشكلاط اللي غادي نزين به هاد الصابلي. ودابا غادي ندوز باش نوجد التلصيقات اللي نلصق بهم هاد الصابلي. هنا بالنسبه للتلصيقه الاولى اللي غنديرها بالكراميل، خديت قطعه ديال الشكلاط دوبتهم. انا ما كنحسبش الكميه ديال القطع، كندير على حسب اللي غيكفيني وصافي. بعد ما يذوب الشكلاط غادي نزيد عليه الناطاج. كنكبوا الناطاج ونخلطوا في نفس الوقت. واخا غتبان لكم غيبان لكم الشكلاط بحال اللي خسر، ما خسرنا والو. ها هو بدا كيتقاد، بان لكم ثقيل بزاف زيدوا شويه ناطاج.
الطريقه راه كتجي تلصيقه واعره، كتجي لذيذه احسن ما نديرو غير بليكون جنباج بوحدو. صافي من بعد هنايا غادي نزيد عليه النكهه ديال الكراميل، نزيد شويه ديال النكهه الكراميل، وغادي نزيد عليه حتى صوص كراميل اللي كنت حضرته انايا. ديجا راه عندي الفيديو ديالو في القناه، كراميل بورسالي هذا هو، غادي نزيد منه واحد شويه ونزيد حتى النكهه كما قلت لكم. حتى في حاله ما كانش متوفر هذا الكراميل، ما كنتوش مصايبينه ولا ما كانش، تقدروا ديروا نيسلي كراميل ولا تقدروا تستغناو عليه، ديروا غير النكهه الكراميل، راه غير الشكلاط والناباج النكهه الكراميل كيعطي واحد المذاق رائع في هذه التلصيقه. غير شنو هي، خصكم تاخذوا النكهه نوعيه جيده. رجعت سخنتها فوق البوطه باش يتطلق عندي الكراميل. صافي وزدت عليه شويه ديال النكهه، هكذا يكون عندي، تكون عند التلصيقه الاولى ديال الكراميل واجده. غادي ندوز باش نوجد التلصيقه ديال القهوه. بالنسبه للتلصيقه الثانيه ديال القهوه، غادي ناخذ جهد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، غندير معاها جوج معالق ناباج، غنخلط هاد المكونات نديرهم فوق البوطه حتى يسخن هاد الناباج، عاد غادي نزيد عليه قطع ديال الشكلاط ونزيد عليه النكهه ديال القهوه. الناباج سخن مزيان والقهوه دابت، دابا كيما قلت لكم غادي نزيد عليه قطعه الشكلاط، ما غاديش ندير الشكلاط الابيض، غادي ندير الشكلاط الاسود. نفس الطريقه اللي درنا في الاول، غنبقاو نخدموا في هذا الشكلاط حتى يتسلق، ومن بعد نزيد عليه شويه من نكهه القهوه. غادي ندوز باش نزين الشكل الاول اللي بنكهة القهوة، ناخذ شويه من التلصيقة وغادي ندير عليها قطعة ديال الشكلاط، وغادي نزين بهاد الزبيعه اللي ملونه بهاد اللون الذهبي، وغنستمر بهاد الطريقه حتى نكمل الكميه كامله ديال الصابلي اللي عندي. ندوز باش نزين الصابلي الثاني اللي بنكهة الكراميل. هذا هو الصابلي، شتو ما كيعواج متى شي حاجه، كيبقى في نفس الشكل ديالو. ناخذ شويه من التلصيقه نديروها في الوسط ديال الصابلي، ومن بعد غادي نحطوا عليه قطعه ديال الشكلاط. اشكال بجوج اللي ساهلين ولكن رائعين في المذاق. صافي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي، كما شفتوا كيجي الشكل ديالو رائع، وحتى المذاق راه كيجي اروع. نتمنى فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.